أعلن منطاد الإمارات الانتهاء من التصميم النهائي لصنع منطاد خادم الحرمين الشريفين ليتكون من كيس هوائي يبلغ حجمه 90,000 متر مكعب وبطول 58 متر وعرض 30 متر، يصل مدى طيرانه إلى أكثر من 10,000 قدم. أكد رئيس منطاد الإمارات وقائد منطاد خادم الحرمين الشريفين الكابتن عبد العزيز المنصوري أن هذا العمل يأتي تقديراً للأعمال الإنسانية الجليلة اللي يقدمها الملك سلمان للحفاظ على مكتسبات الشعوب العربية والخليجية خاصة، ولما يحرص عليه من وحدة الصف العربي والدفاع عنه على المستويين الإقليمي والدولي.